عبد الله انت معانا؟ خليه يدخل عبد الله حتى ناخذ سكرين. انتبهوا، هاي اسئله راح ياخذ لها سكرين، تنبعث على الوورد على المجموعه مالكم، حتى من تدرسون تعرفون ايش راح تدرسون. لاحظوا مثل ما قلنا، من هوني يبدي عندنا هذا زمن المبارع. وين السكرين؟ هسه اخذ السكرين لاي عبد الله صفحه 40. اي اخذت ولا زين هسه دقيقه، تعال هون خذها، خذ لها السكرين. اخذت. زين هسه تعال علق. دقيقه دقيقه دقيقه، خذ لاي سكرين. أخذت؟ أخذت. زين ماشي، خذ لي أفعال المجموعة الأولى. أخذت. خذ لي رمين سكرين. تمام. زين نجي، هاي اللوخ. دقيقة دقيقة، هاي الثانية. أخذت. دقيقة، خذ لاي سكرين. أخذت. ايش هوني، خذ لاي سكرين فعليا. نعم تمام استاذ. زين نجي، خذ لاي سكرين. أخذت. هاي لو أخذت. أخذت. زين نجي هوني، خذ لاي سكرين. أخذت. هذا هاي اللو، أخذت ستار. انتبهوا بس معي، ما دام عبد الله ياخذ، ايش مكتوب؟ ان الافعال مثل عندنا اوفغير وكوير واوفخير. اوفغير يفتح، كوير يخطف، واوفخير يمنح. داخل مكتوب تصرف كما تصرف افعال زمره المجموعه الاولى. هذول عندنا ثلاث افعال. راح تقولون الاستاذ ما هاي افعال مجموعه ثانيه، المفروض غير، بس نحذف الار نضيف اس اس. راح اقلكم هاي شواذ. يعني ايش راح نعمل؟ ايش تصرف كافعال مجموعه اولى؟ نحذف الاي ار. لاحظوا هذا نحذف الاي ار منه، وهون هذا نحذف الاي ار، وهذا الفعل نحذف الاي ار، لان هاي موجوده عندكم بحل التمارين. نرجع نضيف مع الجو اس مع التو اس، نفس افعال المجموعه الاولى، ومع الايل والال والاون نضيف او، العفو مع الجو نضيف افعال المجموعه الاولى، نرجع عليها نحذف مثل ما قلنا هذول اي ار من نهايتهم، يعني اوفغير نحذف الاي ار، كوير نحذف الاي ار، واوفغير نحذف الاي ار، نرجع نضيف مع الجو او نضيف او يعني اي، مع التو اي اس، ومع الايل والال والاون نضيف اي، النهاية هذول الافعال، ومع النو نضيف او ان اس، ومع الفو نضيف او زيت، ومع الايل والال نضيف او ان تي فقط. ولهذا نسميهم شواذ، رغم انهم هي المفروض ثانيه يصرفون نفس الثانيه، بس حياخذون نفس تصاريف افعال المجموعه الاولى. نرجع عبد الله، خذ دقيقه هسه نرجع على التمرين. عبد الله خذ هاي صوره. تمام استاذ. اخذت. دقيقة، نرجع سابعا، خذ هاي صورة. تمام. اخذت؟ اي اخذت. هذا وأسا عبد الله ايش تعمل؟ هاي تنزلها، تكتب هذا موضوع اليوم، واخر شيء تكتب عن التمرين، هذا التمرين اللي اخذناه حتى يحلونه. يكتبونه بورقة وها، وتبعثون الحل الكل على التليجرام. تمام استاذ. زين نرجع، يعني هذا التمرين خلينا نقول لازم يحلونه. اي هذا لازم يحلونه، هذا يبعثوا لي الحل. وين صار؟ يبعثوا لي الحل مباشره على التليجرام حتى ارجع الحل مالكم. استاذ صفوان، انا حنين، يا ريت بس الحل مالتي بس تقلي صح او غلط.
هو احنا نعتمد عليهم يعني بدراستك بالإجابات بالامتحان، فما يعني ما تجاوبني. ما يخالف مع حنين، ما انت مشكله هاي، ما بس انت كل الطلاب يقولون هسه انت ما شاء الله عددكم كثير، يعني هسه من اي عدد تمام. ثقل واجبات على شيك مجموعه مجموعه وادزلم، فانا 100% راح ارشح الواجبات على مين مالكم واطلع عليها وادزلم تمام. وان شاء الله يطلع كله صح، واذا اكو اغلاط انا انبهكم عليها. اي والله يا ريت استاذ، يعني حتى مرات البنات يسالوني يعني انا اجاوبهم مثل ما انا، بس ما اعرف هل انا صح ولا غلط يعني، بس هاي. ما يخالف، ما اشكال، ما اشكال. اي والله استاذ الله يبارك فيك. اريد كل من يجاوب هو حله الخاص طلاب طالبات، خلي واحد يساعد الاخ واحد يعلم الاخ، بس المهم يكون حلكم الخاص حتى الكل يستفاد. استاذ ما على مود انه يعني حسابات اخشعها. لا انا فهمته، انا ما على ما اخشى، انا عاد احكي على الحل الخاص، ايه استاذ، يعني كل واحد اريد طالب او طالبه حلم الخاص. انتبهوا بس معي، راح تقولون استاذ نحن زمن المضارع، طبعا هذا كان شرحناه واخذناه، زين استاذ ليش عدت النواه؟ انتبهوا هسه معي، هسه حيانو هسه نرجع على المنهاج لحظه صفحه 124. عبد الله انت معانا غير؟ عبد الله اياد؟ ايه استاذ موجود. زين عبد الله صور، صور صفحه 124. صورت. زين هسه هذا هو نسمينه زمن الماضي المستمر، نسمينه لام بارفي دو لانديكاتيف. تعرفون شنو القاعده مال الماضي المستمر هذا؟ طبعا حله جدا سهل والملاحظه ماله جدا سهله. اول عمليه حتى نحن نعمل الفعل، اي فعل بزمن الماضي المستمر لازم نصرف الفعل مع النو بالمضارع ونحذف النو والاو ان اس ونضيف اضافات الماضي المستمر. زين انا وانتم اذا ما كن درسنا المضارع هذا زمن الاسئله اخذناه، شلون راح نحل هذا الزمن؟ عرفتم شلون ليش طعيتونه؟ زمن المضارع؟ يعني لاحظوا ايش حيقول؟ ابخوني لا بروميير بيرسون دو بلوريال دو بريزون، يعني خذ الضمير او الضمير الشخص الاول للجمع بالمضارع اللي هو منه ضمير نو اللي هو ايه هذا. ونرجع ايش نعمل؟ مثلا فعل دورمير، هسه راح اعطي مثال حتى على الوورد. نرجع ايش نعمل؟ طلاب نحذف النو ونحذف الاو ان اس، لاحظوا هي يعني النو اول شيء هذا فعل دورمير، فعل ينام هسه اخذتونه صرفتونه مع النو بالمضارع يصير نو دورمون. ارجع احذف النو والاو ان اس من نهايه الفعل واضيف اضافات اللي هي الماضي المستمر هذا الامبارفي. اشنو هي الاضافات؟ مع جو اضيف اي اي اس يعني اي اس، مع التو نفس العمليه هم نضيف اي اس، مع الايل والال والاون اضيف اي تي، مع النو اضيف اي او ان اس يعني اي او ان اس، مع الفو اضيف اي او دي، مع الايل والال اضيف اي او ان تي. هاي الاضافات مال الماضي المستمر، انتبهتم شلون؟ زين نحن زمن المضارع اذا هسه اللي شرحناه قبل شويه، نحن اذا ما ناخذ هذا الزمن ايش راح نحله؟ ما راح نطيق نحله. فلذلك تراجعون زمن المضارع وبعدين تجون على هذا الزمن. انت معي طلاب طالبات؟ عتركزون عتركزون، هذا سمينه لام بارفي دو لانديكاتيف. هسه مثلا لاحظوا، لاحظوا علي، راح نجي هسه افتح الوورد حتى ناخذ مثال، اعطوني مجال هسه. زين هسه راح نعمل نيو شير. الوورد عاد تخشعونه؟ نعم استاذ. هسه انتبهوا معي، هي يعني هسه تاي هوني الزمن هذا اللي هو اللي راح ناخذه بعد المضارع اللي هو نسمينه لام بارفي. هذا القاعده هذا لام بارفي اللي هو نسمينه زمن الماضي المستمر. الماضي
المستمر. زين، هذا الزمن ايمتى نستخدمه باللغة الفرنسية؟ منغيد نتكلم عن حدث حدث بالماضي واستمر، يعني نقول كان يعمل جيدا، هتلاحظون الحدث ماله استمر. كان يدرس جيدا، هتلاحظون وكان هو جيدا، هو هون اشنو الحدث ماله كان استمر بس بالماضي. فهوني ها زين، راح اقول استاذ نحن اي جملة نجيبها بالماضي المستمر اشنو بدنا نعمل الفعل بهذا الزمن الماضي المستمر؟ لازم اول عملية نصرف الفعل مع النوب المضارع. لاحظوا نصرف الفعل مع النوب المضارع، نرجع نحذف النو والاو ان اس ونضيف اضافات الماضي المستمر. اشنو هي اضافات الماضي المستمر؟ لاحظوا النهاية الفعل نضيفها مع جو. هسه راح ناخذ مثال يصير سهل عليكم. مع جو نضيف اي اي اس يعني اي اس، مع تو همين نفس العملية نضيف اي اي اس، مع الايل والال والاون نضيف اي تي، مع النو ايش نضيف؟ نضيف اي او ان اس، ومع الفو نضيف اي وزيت يعني اي اي زيت، ومع الايل والال نضيف اي او ان تي يعني اي 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 ان تي نهايه الفعل. يعني مثلا لاحظوا ابسط فعل نجي علينا، مثلا هذا فعل عندنا باغلي، فعل باغلي يتكلم، هتطلع هتشعرون هذا الفعل. يجي كبر الخط لاحظوا هذا يتكلم، هذا دغيد اعمله بزمن الماضي المستمر. اول عمليه ايش اعمل؟ لاحظوا اصرف الفعل مع النو بالمضارع الاول زمن اللي اخذناه يصير، طبعا هذا ما دام فعل من افعال المجموعه الاولى احذف الاي ار واضيف او ان اس، يصير ايش يصير؟ نو بار لو. لاحظوا نو بار لو، لان القاعده مال الماضي المستمر شو تقول؟ نصرف الفعل مع النو بالمضارع، هي صرفتون. ارجع ايش اعمل؟ احذف النو ودخواها الشرب بالاحمر يعني باعتبار انحذفت، احذف النو واحذف الاو ان اس. لاحظوا بس احذف الاونس حذفتوه، ايش يظل عندي؟ يظل عندي البي اي ار ال، يعني هذا يظل عندي بقيه جذر الفعل. ارجع ايش اعمل؟ اخذ بقيه جذر الفعل، الاستاذ طعاني بالجو بالامتحان، ارجع ايش اعمل؟ انزل الجو، انزل بقيه جذر الفعل هيانو، وارجع ايش اضيف مع الجو قلنا؟ مع الماضي المستمر. يلا من يقلي او تقلي اضيف اي اي اس مثل ما قلنا لنهايه الفعل، سير جو بارلي، عاد تلاحظون هي يعني هاي النهايه، هاي النهايه. مع التوش اضيف نفس الفعل. يلا طلاب طالبات استاذ اي اي اس، برافو همين اي اي اس، اخذ جذر الفعل نفسه هيانو وارجع همين اضيف اي اي اس، ومع الايل اضيف اي اي تي. زين مع النو ايش راح اضيف؟ استاذ اي او ان اس، برافو سير نو بارليون. لاحظوا اي او ان اس فقط دخل هذا الزمن، طبعا هم مهم وجدا سهل جدا. زين نرجع مع الفو، انزل الجذر واضيف اي او زيت سير فو بارليي، ومع الإيل والإل أضيف نفس جذر الفعل، نفس جذر الفعل يظل مع جميع الضمائر، وارجع أضيف أي أي إي إن تي تصير إيل إل بارلي. لاحظوا أسنى نجي على تصريف الفعل يصير بارلي اللي هو تصريفه جو بارلي تو بارلي إيل بارلي nous parlions vous parliez il elle parlait. عرفتم اشون
اللي هو زمن الماضي المستمر عشان نصيغه، هذا اللي هو سال خدنانه هذا. قول لا طالبات، من يعيد لي القاعدة من الماضي المستمر عشان نصيغ زمن الماضي المستمر؟ يلا يلا، هسه قبل شوية قلتوها، يعني هسه أي جو أي فعل دغيد ضعه زمن الماضي المستمر عشان عش قلنا حنين، إيهاب، محمد رضوان، أشون، إيناس. أستاذ نعيد الكلمة إلى أصلها ونضيف إلى الإضافات التالية. لا أشون هي ما هي ما الكلمة طبعاً، هون الحكي على الفعل، لازم الفعل. الفعل نعم. الفعل ما نعيده على أصله، لازم الفعل نصرفه مع النوب المضارع. أسا زمن المضارع قبل شوي أخذناه قلنا الحاضر. طبعا المضارع يعني الحاضر، نصرف الفعل مع النوب الحاضر. ليش أنا طعيت الحاضر أول شيء؟ لأن هنا هذا زمن الماضي المستمر هو متعلق مع الحاضر، نصرف الفعل مع النوب الحاضر صرفناه، نرجع نحذف النو يعني أشرته بالأحمر، والأو إن إس أشرته أيضا بالأحمر، أش يظل عندي بقية جذر الفعل اللي هو إيه هذا. نعم استاذ هذا قصدي، وأرجع أضيف إضافات الماضي المستمر، مع الجو أضيف أي إس، مع التو أضيف أي إس، ومع الإيل والإل والأون أضيف أي تي، ومع النو نضيف أي أو إن إس، مع الفو نضيف أي إي زيت، ومع الإيل والإل نضيف أي أي أو إن تي، يعني أي أي إن تي. مثلا هذا فعل باغلي، يعني أخذت بقية جذر الفعل ورجعت ضفته مع الجو أي أي إس، مع التو أي أي إس، مع اللي الإيل ضفته أي أي تي، مع النو اي او ان اس، مع الفو اي اي زيت، ومع الايل والال اي اي ان تي، يعني يصير جو بارلي، تو بارلي، ايل بارلي، نو بارليون، فو بارليي، ايل ال بارلي. هذا الفعل واي فعل يطبق علينا القاعده. اما اكو فقط فعل شاذ هي تظل نفس النهايات، بس هذا شاذ اللي هو فعل اتخ، فعل الكينونة اللي هو ايه هذا. هذا احفظ الجذر مالته اللي هو اي تي. لاحظوا هسه راح نجي هون ناخذ الاقصى، هذا احفظ الجذر ماله بالماضي المستمر هالشكل، هذا الجذر ماله يصير هكذا، حتى راح اخلي نقطتين وهمي راح اكبر الخط حتى يبين عندنا. يعني هذا فعل ادخ اللي هو فعل الكينونه، فهذا ايش راح اعمل؟ طعني جو راح انزل الاي تي الاو تي، لاحظوا اعمل لك كوبي واجي اجيبه هوني بيست نفسه، وارجع اضيف مع جو اي اي اس. راح تقول لي استاذ ليش هذا ما صرفته مع النوب المضارع؟ راح اقول لكم هذا شاذ، نحفظ الجذر مالته بالماضي المستمر هكذا، مع التو نفس العمليه همين نفس الشيء، لاحظوا همين راح اضيف اي اي اس ويظل نفس الجذر، ومع الايل نفس العمليه يظل نفس الجذر وظيف اي اي تي، مع النو لاحظوا اضيف اي او ان اس سير نوزيتيون، مع الفو اضيف اي او زيت يعني اي او زيت وزيتيه، يظل نفس الجذر ماله اي تي، ومع الاي للجمع او ال نزل الاو تي ونضيف اي اي او ان تي يصير اي زي تي. راح اقول استاذ هذا ليش ما صرفته نفس ذاك؟ راح اقول لكم هذا شاذ، هذا فعل الكون. وايضا اكو عندنا فعل فالوار ينبغي، فالوار
معناته ينبغي، هذا تصريفه بس مع الإيل يصير إيل فعلي. بس هاك تحفظون تصريفه جاهز كامل وبس مع الإيل، بس مع هو. وأيضا عندنا فعل بلوفوار تمطر، يعني خلينا نقول قبل خمس أيام كانت عاد مطر، عشان نستخدم فعل الماضي المستمر نقول إيل بلوفي، كانت تمطر. بلوفوار، بلوفوار فعل يمطر، همين بس مع الإيل نقول إيل، إيل بلوفي أي أي تي عشر. تبعت مشون؟ فهذولي بس فقط انتبهوا معي، هذولي الثلاث افعال شواذ اللي هو فعل اتخ نحفظ تصريفه هكذا، وفعل فالوار ينبغي ايل فالي بس مع الايل، وبلوفوار ايل بلوفي بس مع الايل. اما الباقي يخضعون للقاعده، قلنا نصرف الفعل مع النوب المضارع ونحذف النوب الاونس ونضيف الاضافات مع الماضي المستمر. زين أسا أغيد نجي عبد الله، عبد الله إياد أو منو موجود؟ زين عبد الله خذ سكرين ال هاي المحاضرة أخذناها. زين خذ سكرين أسا دقيقة، خذ الهاي سكرين دقيقة أخذت. زين خذ الهاي سكرين أخذت. زين هذول تدرسون هذا زمن الماضي المستمر، بس هذا الماضي المستمر تعرفون متى راح تدرسونه؟ تدرسون أول شيء زمن المضارع اللي أخذناه وتحلون التمارين ماله، وبعدين تدرسون هذا الزمن زمن الماضي المستمر. هسا راح نأخذ أمثلة علينه تحلوها، هاي أنتم تحلوها. يعني مثلا لاحظوا راح أكتب هسا همين يأخذ لكم سكرين شير لها. يعني مثلا نأخذ جملة أولى، جو بين قوسين ناخذ من الافعال اخذناها venir de Londres، يعني كنت قد اتيت من لندن. زين هاي الجمله اشلون نضعها بزمن الماضي المستمر؟ لازم مثل ما قلنا تصيغون الفعل مع النو، وهاي كن اخذناه هذا فعل venir بين قوسين، كن اخذناه اشلون يكون مع النو بالمضارع، تحذفون النو والأونس يظل جذر الفعل، تضيفونه مع الجو وضيفون الإضافة من الماضي المستمر. نأخذ مثلا الجملة الثانية اللي هي ناخذ ثالثة. نصير nous arrivions avant lui، كنا قد وصلنا قبله. آخر جملة الرابعة، عبد الله هسه خذ سكرين شير هاي اللي اخذناها اخر شيء. يا استاذ خالد. زين هاي الاربع نقاط اريد تحلوها بزمن الماضي المستمر هسه اخذناها، اللي هو انت المستوى الثالث هسه تاخذون اللي هو خلينا نقول مستوى الزمن الماضي المستمر، هذا مالكم المنهاج مال المرحله الثالثه. بس انا ليش طعيتكم المضارع؟ انتم عرفتم ليش اخذنا المضارع؟ لان المضارع هو يحل لنا هذا الزمن.
فخليتكم تراجعون وتراجعون ومضبوط حلون همين المضارع يجي بالامتحان طبعا، يعني اصلا كنا اخذناه فاريد تدرسونه وفقط راح اقول الاستاذ ايش مطالبين من الامتحان، مطالبين فقط بالافعال كن اخذناها نحن الحل كن اخذناه، يعني ماكو اشياء خارجيه خارج الموضوع، هتلاحظون شلون. راح ادز لكم بالوورد ايضا عندي زمن ماضي مستمر راح تقشعون شرحه التليجرام. زين طلاب طالبات عندكم سؤال استفسار شيء؟ الكل طلاب طالبات عندكم استفسار حول هذا الزمن كوي اسألوا أي شيء بدون إحراج. شهد، حسن، إيناس، الباقي، إيهاب. لا استاذ عاش فيك. وايضا راح انتبهوا معي راح ناخذ محاضره تعرفون امتي بالاربعاء مع شعبه بي، ايضا بامكانكم ان تدخلون هم نعيد زمن المضارع وراح ناخذ نفس هذا الزمن اللي هو نسمينه زمن الماضي المستمر حتى اللي يريد يستفاد من شرح اكثر يفهم اكثر تكون اعاده له. دونك مانتنو من بعد ما تخلصون تحلون الواجب وبنفس الوقت عندكم سؤال تراسلوني على التليجرام. الوغ مانتنو شوفوا كيت هسه الان راح اترككم خذوا راحتكم تغدوا ارتاحوا وبالاربعاء تقريبا اربعة شويه ناخذ محاضره اللي يريد يحضر خليه يكون موجود حتى يستفاد. الو اوفر مع السلامه طلاب وطالبات. مع السلامه استاذ. مع السلامه.